بعد هدوء لأيام عادت المواجهة مجددا إلى صعدة. هذه المرة كانت المبادرة من الميليشيا التي حاولت استعادة المواقع التي سبق وأن خسرتها في الفترة السابقة. وبحسب المصادر الميدانية فإن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم شنته ميليشيا الحوثي على مواقعها في جبال العليب المطلة على سوق البقع شمال صعدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المهاجمين. ووفقا للمؤشرات الميدانية يبدو بأن المعارك هنا تدور ضمن جولات الكر والفر التي يسعى من خلالها كل طرف إلى استنزاف الآخر، وهي الطريقة السائدة في كل الجبهات. وليس ببعيد عن صعدة تشهد الجوف مواجهات متقطعة من وقت إلى آخر. وفي جديد المعارك هناك تمكنت قوات من الجيش الوطني من التصدي لهجوم الميليشيا على موقع الجبل بجبهة الساقية جنوب مديرية المصلوب، التي لا تزال العديد من المناطق فيها متنازعة السيطرة. مقاتلات التحالف كانت حاضرة في سماء المحافظة وشنت العديد من الغارات على مواقع الميليشيا في سلسلة جبال حام شمال الجوف، وأسفرت الغارات عن مقتل العديد من العناصر بحسب المصادر الميدانية.